الحمد لله رب العالمين، فجر الماء من الجلمود، وأخرج الثمر من يابس العود، فهو الكريم الودود. قدم من شاء بفضله، وأخر من شاء بعدله. لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. سبحانه سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب ومسبب الأسباب. ونمزج الخوف برجاء مزج من لا يرتاب، مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم ومجِّد على من سلوكه بأمرك مسنون، وطريق الجنة في اتباعه مضمون، وعلى الصحب والآل والذين إذا ذكر عندهم محمد عليه يصلون. أما بعد، عباد الله، الله أسأل في هذه الساعات المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارفع عنا البلاء وأنزل علينا الرخاء، ولا تشمت بنا الأعداء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الوقوف على عرفات الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين، وأحسن ختامنا، وتولى أمرنا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون. آمين. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سورة البقرة. ويقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، وذكره ابن ماجه، وذكره الترمذي، وحسنه الألباني، ورواه الإمام أحمد، والحديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي: ذكر الله. ألا أدلكم على أفضل أعمالكم، على خير أعمالكم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول للحجيج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ليه هم ما كانوش بيذكروا ربنا ولا إيه؟
ده سعي بين الصفا والمروة، وصلى في الحرم ربنا يوعدنا جميعا، وطواف القدوم بالكعبة، وذكر ربنا واستغفار وتسبيح وتهليل، ووقوف على عرفات. ربنا بيقول لهم انتوا كنتوا في ذكر، لما تنزلوا من عرفات برضو خليكوا على ذكر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، لا إله إلا الله، يعني دعوة من الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان لسانه دائما رطبا على طريق الله بذكر الله، إنك ما تبطلش ذكر ربنا. طب إحنا ما حجناش، لم نحج هذا العام، نعمل إيه؟ نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نذكر ربنا ولسانك على طول. الرجل العجوز الحديث الذي رواه الترمذي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام كثرت علي وأنا رجل كبير السن وعجوز، عايز إيه يعني؟ قال يا رسول الله قل لي شيئا أتشبث به، قل لي حاجة تنفعني أتشبث بها أمسك عليها. شرائع الإسلام كتير، صيام وذكر واستغفار وإلى آخره، شرائع الإسلام كتير علي وأنا رجل كبير، قل لي شيء أتشبث به يا رسول الله. فقال، شوف العلاج المحمدي، ما تصلى على النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا يزال لسانك راطبا بذكر الله، ذكر ربنا، عايز ربنا يرفع درجتك أو درجتك اذكر الله أو اذكر الله لعدم التقاء الساكنين، اذكر الله. لو عايز ربنا يرفع عنك الهم اذكر ربنا سبحانه وتعالى، عايز ربنا يكشف عنك الكرب اذكر ربنا سبحانه وتعالى. هنقول لك حديث عظيم جدا، والحديث بين الله وبين كليم الله. سيدنا موسى، قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي علمني شيئا أدعوك به، يعني يا رب علمني حاجة أدعيك بيها يا رب. فقال الله عز وجل له يا كليمي قل لا إله إلا الله. فقال سيدنا موسى يا ربي كل عبادك يقولونها، عبادك كلك بيقولوا لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة تبقى خصيصة لي يا رب، علمني شيئا أدعوك به. قال الله له يا كليمي قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولونها. شوف رد ربنا، قال لسيدنا موسى ايه، ووحد ربك وقل لا إله إلا الله وصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في عليائه يا كليمي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. أنت عارف يعني السماوات؟ أي يعني إحنا لما نقول لا إله إلا الله كلمة صغيرة، وإنت بتقول لا إله إلا الله شفتك ما بتتحركش، لا إله إلا الله ضمت شفتك، شفتيك جاءتا على بعضهما ما انضموش، كلمة خفيفة لا إله إلا الله. إيه الجمال ده؟ إيه عظمة الكلمة دي؟ حتى ما بتتعبش وإنت بتقولها، بيقول له يا رب علمني كلمة نتعلمها وتبقى خير لي يا رب. ربنا قال له يا كلمي قل لا إله إلا الله، فقال الله قل لا إله إلا الله. فسيدنا موسى كأن الكلمة عايز حاجة تانية، يعني ربنا قال له لو أن يا كليمي لو أن السماوات السبع، السماوات السبعة، لو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة محطوطين في كفة. يا جماعة شوفوا التقل والحمل عامل إزاي، والبطاقة
كلمة لا إله إلا الله نزلت في الكف لرجحت بهن لا إله إلا الله. السماوات السبع والأراضين السبع هتطير أمام لا إله إلا الله. جامدة جدا. طب نذكرها لك عشان تستوعب كلمة تستوعب الذكر تعيش الذكر. في حديث رواه مين؟ رواه الترمذي والحديث صحيح. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فعدت عليهم سحابة مزن يعني سحابة يعني في شتاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيروي الحديث سيدنا عبد الله بن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترون في السماء؟ انتوا شايفين ايه في السماء؟ قالوا يا رسول الله نرى سحابة. احنا شايفين سحابة. فقال النبي وترون مزنا؟ المزن يعني أترون مزنا؟ قالوا ونرى مزنا. ما هي السحابة؟ هي المزن. فقال النبي وترون غماما؟ انتوا شايفين غمامة ممكن تنزل شتاء؟ قالوا يا رسول الله ونرى غمامة. فقال النبي النبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم أتدرون ما بين السماء والأرض؟ أتدرون كم ما بين السماء والأرض؟ كم مسافة بين السماء والأرض؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. مسيرة 500 سنة مش 500 كيلو بالعربية، ده مسيرة 500 سنة بسرعة الصوت أو الضوء. تتنك تجري بسرعة الصوت أو الضوء لحد 500 سنة قبل ما توصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون كم ما بين كل سماء وسماء؟ المسافة بين كل سماء والثانية؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. جه مكرر النبي السؤال أتدرون كم سمك كل سماء؟ سمكها تخن كل سماء كم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي وسمك كل سماء مسيرة 500 عام وبعد السماء السابعة بحر. بعد السماء السابعة بحر ما بين أسفله من قعره يعني من قاعه ما بين أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 عام وبعد ذلك عرش الرحمن. شوف السماوات عاملة ازاي. ونحكي لك على الأراضين اتحط ده كله في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وحد ربك وقل لا إله إلا الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. تذكر ربنا. انت معطل لسانك ليه؟ معطل لسانك ليه؟ وانت ماشي قل لا إله إلا الله، وانت رايح قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. ما تعطلش لسانك. ده كله والله بيتكتب لك، بيتكتب لك انت. لما ربنا يقول للحجيج اللي مغفور لهم بإرادة ربنا لما تخلصوا عرفات اذكروا ربنا، امال احنا نعمل ايه؟ نذكر ربنا في كل وقت. حديث النبي ما تصلى على النبي، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يا نهار أبيض، نسمعك الحديث الصحيح اللي انت حافظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ربنا بيحبه. تخيل حاجة ربنا بيحبها تعملها ولا ما تعملهاش؟ تعملها.
حبيبتان إلى رحمة، الحقنا بيهم يا رسول الله، هم. قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا عايزك توحد ربك وتقول لا إله إلا الله، وتصلي على رسول الله ذكر. الذكر احنا بنتكلم ياما خالص يا جماعة، وبنضيعوا أوقات كتيرة خالص من غير فايدة، في سيرة الناس شوية، في الغيبة والنميمة شوية، في الخيانة شوية، في توقيع بين الناس شوية، إلا القليل، إلا القليل وقليل ما هم. وقلنا الكلام ده قبل ذلك، رجل كان يصلي إماما، واحد كان بيصلي إمام. عشان أنا عايز أقول لك شيء، من أراد أن يختم له بالخير فليذكر الله رب العالمين. اللي عايز ربنا يختم له بخير يذكر ربنا، والله اسمع مني، عايز الذكر ده اهو، ربنا هيحسن ختامك، ختامك هيبقى رائع. الدليل، الدليل، رجل بيصلي في المحراب وخلص الصلاة ويسلم يمينا ويسارا، كان فيه رجل عجوز بيصلي وراه، رجل كبير في السن، الرجل العجوز تاني يزحف على ايده ورجليه لحد ما وصل للامام. الامام استغرب، الامام بيختم الصلاة، السلام عليك يا امام وعليك السلام. قال له اني رجل عجوز. قال وماذا تريد؟ قال له علمني شيئا اتعلمه واعلمه الناس. علمني شيء أنا نتعلمه ونعلم الناس به وينفعني في الدنيا والآخرة. الإمام بيقول أنا قاعد مش عارف أقول له إيه، لقيت نفسي عمال نذكر ربنا ونسبح ربنا. قال له يا شيخ، يعني يا رجل عجوز، يا عماه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرجل اللي قدامه قال له عتهم علي تاني عشان نحفظه. الإمام قال له الرسول يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرجل العجوز لسه ما حفظهمش، قال له عيتها علي تاني عايز احفظها. تاني الشيخ ظل الشيخ يكررها حتى قال الرجل العجوز كفاني لقد حفظتها وجزاك الله عني خيرا. الرجل خد الحديث وانتهى الموضوع؟ لا، جي طالع من المسجد راح البيت، قال لهم يا أولادي، جمع الأولاد، خير يا أبانا، خيرا. قال أو تدرون ماذا يقول رسول الله؟ انتوا مش عارفين النبي يقول ايه؟ قالوا له بيقول ايه؟ قال يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طلع من البيت الرجل بعد العصر، لقى فيه فرح، راح الفرح، قعد قدام الناس كلك، قال لهم يا جماعة الخير، يا أهل الخير، خير يا عم الحج، عايز تقول إيه؟ قال أو تدرون ماذا يقول الرسول؟ النبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرجل راح لعياله البنات، قعد مع أولاده يقول لهم أنتم مش عارفين النبي بيقول إيه؟ وقال الحديث في كل مجلس يذكر ربنا، في كل مجلس يذكر التسبيح، في كل مجلس يبلغ حديث النبي الوحيد اللي هو حفظه. واحنا بنسمع خطب وبنسمع مواعظ، عملنا ايه؟ بلغنا حديث قاله الشيخ يا اخي، بلغنا كلمة قالها الشيخ، بلغنا ذكر ربنا اللي انا بنقوله دلوقتي. لازم تبلغ زي الرجل العجوز ده ما بلغ. الرجل تاني يذكر الحديث في كل قعدة وفي كل مجلس وفي كل احتفال وفي المحافل والمعازي، لحد ما الرجل تعب وجات له جلطة، مرض. الناس اللي عندها أمان
وعايشة بتطيح في الحرام. جلطة، تعرف يعني ايه جلطة؟ قال الله: ونحن أقرب إليه من حبل الايه؟ الوريد. ممكن ربنا يجي يقفله لك بس كده. جلطة، عرق صغير أو وريد صغير داخل القلب يتجلط فيه الدم، الدم ينشف فيه سنة، تجي لك ذبحة صدرية، عافانا الله جميعا. شعيرات داخل المخ بسيطة، الشعيرات ديت بيمشي فيها الدم عشان تعرف تفكر وعينك تتحرك وتبص وتعمل كل شيء وتفكر بعقلك. ربنا يجمد الدم لمدة ثانية، أجهزة عقلك تتوقف. ما هو مين القادر يا جماعة؟ اوعى تفكر انك انت في أمان وفي سكينة وسلام، فإن الأعمار والآجال بيد من لا يغفل ولا ينام. مين اللي في أمان فينا؟ ما فيش حد فينا في أمان يا جماعة. لذلك تعرف الجهاز ده جهاز غريب، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ سبحان الله. أهو الرجل اللي بيبلغ الحديث جات له جلطة، شالوه ودوه للمستشفى، لحد ما وصل المستشفى دخل في غيبوبة. يوم اتنين، اسبوع اتنين، عياله عمالين يعيطوا حواليه، لحد ما وقفوا حواليه والدكتور لابس البلطو الابيض والسماعة حاططها على رقبته وواقف على رأس المريض وعياله حوالين السرير. وضع صعب، وضع صعب، واي حد فينا مش بعيد عن الوضع ده، لا شاب ولا كبير. وهم واقفين بيسألوا الدكتور، بصوا مرة واحدة لقوا هذا الرجل فتح عينيه فسكتوا، وبص للدكتور، نظر إلى الطبيب، فنظر إليه الطبيب وتعجب، فقال له: يا طبيب. قال له: ماذا تريد؟ كلك انبسط وصرم إن هو طلع من الغيبوبة. قال له: يا دكتور، إني أريد أن أقول لك كلاما، أنا عايز نقول لك كلمتين. قال: ماذا تريد؟ قال: أو ما تعرف؟ أنت ما تعرفش؟ قال له: أعرف إيه؟ قال له: رسول الله يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم شهق شهقة وذهبت روحه إلى الذي لا يغفل ولا ينام. يبقى الذكر بيحسن ختامك ولا لا؟ الذكر يحسن ختامك، يبقى كتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى طلب النبوة لأخيه، أخوه هارون ما كانش نبي، سيدنا موسى طلب النبوة لمين؟ طلب النبوة لأخوه. فين؟ قال: ربي. قال الله، قال سيدنا موسى لله، ربنا قال له: روح لفرعون إنه طغى، اتكلم معاه قولا لينا. سيدنا موسى عمل ايه؟ قال له: يا ربي، أخي هارون هو أفصح مني لسانا. سيدنا موسى كان لسانه تقيل شوي، لسانه تقيل شوي، قال له: أنا عايز سيدنا هارون أخويا دهوت يكون معايا. قال له: ليه؟ قال له: كي نسبحك ايه؟ كثيرا، ونذكرك كثيرا. يعني بسبب الذكر والتسبيح نال موسى نبوة أخيه من الله رب العالمين، أو كما قال التائب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين، صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. احنا عايزين نكتر من الذكر، والذكر مش باللسان بس. أصل واحد ممكن يقول الذكر إننا نقول لا إله إلا الله بس، لا، الذكر لا إله إلا الله، الذكر الحمد لله، سبحان الله، استغفر الله، التسبيح، التحميد، الله أكبر، ده كله اسمه ذكر. ومن ضمن الذكر المهم يا جماعة، عشان نختم كلامي، انك تذكر ربنا عند المعصية، ده افضل الذكر.
أصل ممكن واحد يقول لا إله إلا الله وبيسرق الناس، بيقول لا إله إلا الله وبيظلم اليتامى، بيقول لا إله إلا الله ويسيء إلى الجوار، بيقول لا إله إلا الله وما بيصليش، بيقول لا إله إلا الله وما بيزكيش، بيقول لا إله إلا الله ويسرق ويزني ويفعل الأفاعيل. هل ده ينفع؟ ذكر ربنا قول وإيه؟ قول وعمل، قول وعمل. الدليل سيدنا يوسف، وهنختم بها كلامي، لما جات له المعصية لحده فين ذكر ربنا؟ الست لما جات له، المرأة حينما جاءت إلى سيدنا يوسف، لما المرأة قفلت الباب قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تخيل شاب في كامل فتوته وشبابه وصحته، وست هي الملكة في القصر، هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في القصر، وقفلت البيبان وفضت القصر من الخدم وأدخلته إلى حجرتها الخاصة، صعب جدا، وقالت هيت لك. وفي قراءات بتقول لك إيه بقى؟ هيت لك بقراءة حفص عن عاصم، وقالت هيت لك، وقالت هيئت لك، وقالت تهيأت لك، في كل الأوضاع، وامرأة جميلة. تعال يا يوسف. سيدنا يوسف ذكر ربنا ولا ما ذكرش ربنا في الوقت ده؟ أهو ده الذكر، هو ده الذكر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، لما تكفل على نفسك ما تقولش أيوة أنا لوحدي. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ربنا شايفني. إذا ما دعتك النفس يوما بغيبة فقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، ربنا شايفني قاعد على الفيس طول النهار أو طول الليل وبنراسل، إن الذي خلق الظلام يراني، قاعد عمال أتصل باتصالات حرام، إن الذي خلق الظلام يراني، بنرتب عشان نوجع الناس في بعضها، إن الذي خلق الظلام يراني، بنظلم أخويا، إن الذي خلق الظلام يراني، بنظلم أختي وقاطع الرحم، إن الذي خلق الظلام يراني. هو ده يا جماعة، هو ده ذكر ربنا. قالت له هيت لك. سيدنا يوسف عمل ايه؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي. احنا عايزين نذكر ربنا بهذا الشكل يا جماعة، نذكر ربنا باللسان وبالجوارح والجوانح والاركان. لو تهيأت لك المعصية فاذكر الله عندها، اذا ضاقت عليك الدنيا اذكر الله. سيدنا موسى البحر قدامه وفرعون وراه، ذكر ربنا ولا لا؟ في ضيق ولا مش في ضيق؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا النبي في الدنيا ضاقت بيه، والكفار قدام الغار، قدام الغار، وسيدنا أبو بكر بيقول له يا محمد والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، لو واحد بص كويس في الغار هيشوفنا. سيدنا النبي ذكر ربنا في الوقت ده، ساعة الخوف اذكر ربنا. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.